من هنا نقول لكل أم فقدت وليدها أو ولدها أو بنتها شهادة في سبيل الله ودفاعا عن المسجد الأقصى، اسمعي ما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. يعني أظن مش أم وأبوه بس، ده ياخد معاه كده 70 واحد. والربيع بنت النضر جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، مات ابنها الحارسة، قالت يا رسول الله حارسة ولدي مات شهيدا، أهو في الخير والجنة فأحمد الله وأشكره، أما هو في غير ذلك فأبكيه وأندبه؟ فقال لها يا أم حارسة إنها ليست جنة، إنها جنات، وإن ولدك قد أصاب الفردوس الأعلى. الله 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 الله. كل العالم جمع، كل الشر اجتمع على حرب المدينة، على حصار المدينة، على أن يتخلصوا من الإسلام. كل العالم اجتمعت على الإسلام، ويقوم ربنا في هذه الغزوة يخلص المسلمين بدعوة من 3 كلمات: اللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب، ها، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. بس كده، بس كلمتين طلعوا من عند النبي على زلزل الأرض من تحت أقدامهم. زلزل الأرض من تحت أقدامهم. يا رسول الله جار الأنام علينا يا خير الورى، والروح في أعتابكم مأواها، فبحق من أسراك ليلة قدسه، فبحق من أسراك ليلة قدسه، رفع الحجاب بحضرة لتراها، اقبل جوارنا يا رسول الله ووفنا، وادفع عدوا قد أراد أزانا يا رسول الله. فراحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا قال اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامي، استدعى لهم قوة الله. انتوا عارفين الناس دول مشوا ازاي؟ مشوا ازاي؟ ولا حاجة، ولا سيف واحد. قامت ريح من عند ربنا اقتلعت خيامهم وخوفتهم وأثارت في قلوبهم الرعب، وأنزل الله ملائكة بريح، لكنه حاربهم بسيف الاعتماد على الله. حاربهم بصدق اللجوء إلى الله، بحسن الثقة في الله سبحانه وتعالى. راحوا لسيدنا النبي، الصحابة بقى يا رسول الله، كان شوف كل معضلاتهم يجروا على النبي. راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصخرة دي مش عارفين نعمل إيه فيها. فأمسك بمعوله فضرب أول ضربة. أظن إحنا متحصرين. شوف 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 الفقه النبوي بقى في وقت الأزمات. فضرب أول ضربة وقال الله أكبر، فتحت الشام. الله 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 أكبر. أنا عايزين نتعلم من الحديث ده والحادثة دي فقه الأمل، وبلاش إشاعة اليأس في صفوف الناس. البلاد والعباد والوقت لا يحتاج إلى اليأس. إن حضرة النبي مختوم على ظهره كده، توجه حيث شئت فإنك منصور، اللهم صلي على أحمد النور المؤيد ليه المنصور. كتير نقول كده. أول ضربة بسم الله، الله أكبر. إيه يا رسول الله فتحت الشام، إني أرى مدائنها وقصورها. ماشي مصدقين طبعا، دول ما مشوش برضه. خبط خبطة تاني فضرب الضربة الثانية وقال الله أكبر تاني. احنا متحصرين، الكلام ده سيدنا بيقوله واحنا ايه، ما فيش حل، ما مش عارفين نعمل ايه. قال الله أكبر، فتحت فارس. الثالثة الله أكبر تاني، ما فيش بعد فارس. قال فتحت اليمن. فتحت اليمن.